للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة منى المطوع كاتبة في صحيفة الوطن. بعد التحية سيدة منى، طبعا إلى أي مدى يعتبر سلوك الجزيرة طبعا والإدعاءات المفبركة والبعيدة عن الواقع تهديدا لأمن واستقرار مملكة البحرين والمنطقة أيضا؟ نستنكر ونلبي بشدة ونعبر عن بالغ شجبنا لما تقوم به قناة الجزيرة من هذه السلوكيات ومن التحريض المستمر ضد مملكة البحرين وزرع الكراهية والفتنة تجاهها كدولة مستقلة ذات سيادة لها عضويتها لدى الأمم المتحدة. هذه الممارسات الإعلامية العدائية التي تخرج من قناة الجزيرة تروج للفكر الإرهابي المتطرف في منطقة الخليج والمنطقة العربية ككل. فقناة الجزيرة اليوم تمثل أداة لنشر الإرهاب والتخريب والتطرف ودعم الجماعات الإرهابية المعروفة حقيقة أجندتها الإرهابية والتخريبية بالأخص ضد شعب مملكة البحرين. قناة الجزيرة اليوم خير مثال على الإعلام المضلل وشعار الكذب والكذب الآخر الذي يسيء لتاريخ الإعلام العربي ويخل بمبادئ الالتزام بضوابط ومبادئ ميثاق الشرف الإعلامي العربي والمواثيق الحقوقية والإعلامية الدولية. ما تقوم بها القناة التي تبث من أرض قطر والمفترض أنها تكون دولة شقيقة لمملكة البحرين والمفترض أيضا أن تلتزم باتفاقية العلا والعلاقات الأخوية الخليجية أمر يعكس عدم جدية النظام القطري رغم كل ما قدمته مملكة البحرين من تعاون جاد والتزام تام بالاتفاقيات. هناك آلاف الإساءات والبرامج التلفزيونية العدائية تجاه مملكة البحرين التي لم تتوقف ومحاولات لتشويه سمعتنا في المسائل الحقوقية. وإحنا نتساءل هني للقائمين على قناة الجزيرة القطرية، أين احترامكم لسيادة مملكة البحرين والتزامكم بما نصت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي؟ نحن نطالب باتخاذ قرارات صارمة وإجراءات قانونية لكبح وإيقاف هذه القناة وعدم التقاضي عن ممارساتها المرفوضة تجاه قيادة وشعب مملكة البحرين، وأيضا نطالب منظومة دول مجلس التعاون ومجلس جامعة الدول العربية باعتبار قطر عضوة فيهما بمساءلة دولة قطر التي تقوم ببث الأخبار والتقارير الكاذبة والمفبركة ضد مملكة البحرين والتي تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتستهدف دعم المخططات التخريبية واستهداف الأمن الداخلي لمملكة البحرين وأيضا تشويه منجزات مملكة البحرين الحقوقية والإنسانية، وهذا له أبعاده على المنطقة العربية ومنطقة الخليج فهو يخل بأمن المنطقة. وهالإساءة ما تخص الشأن الداخلي لمملكة البحرين فقط، هذه هجمات إعلامية مضللة قوامها ترويج الفكر الإرهابي المتطرف والحرب على السلام الدولي والإخلال بمبادئ القضاء على الإرهاب الدولية والتطرف والتمييز، وهناك ضرب لمنظومات حقوق الإنسان والمنظمات الإعلامية الدولية. يعني من غير المعقول أن تكون هناك قناة تبث من أرض دول الخليج العربي تروج لفكر إرهابي متطرف يخل بالأمن الإقليمي والدولي ويحاول إيجاد فوضى خلاقة. للقائمين على قناة الجزيرة وللمسؤولين في قطر، نحن نقول لهم أنتم عار على الإعلام العربي وهذا تاريخ مخزي لمسيرة تاريخنا الخليجي، ومملكة البحرين دائما ما ترفع شعار التعاون البناء والحفاظ على منظومة دول مجلس التعاون، ويبدو أن هذا عكس ما تريد دولة قطر. المفترض أن نقول قطر الشقيقة. نعم السيدة منى المطوع كاتبة في صحيفة الوطن، شكرا جزيلا لك.